دخل ابراهيم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر، واتوقع السنه الجايه برضه حيدخل الاول والثاني ويكمل. واتوقع حتى في الدوره البرامجيه الجديده لا تتفاجئوا انه داخل في البرايمات واصلا مو في البرنامج. حبيبنا سلمان البحلي ملك البرايمات، نشوف هذا التقرير له خاصه كوجوده دائما، ونرجع نعود لكم مره اخرى. الحمد لله دخلت البرايم، دخلت البرايم الثاني لي للأسف، ودخلت ثالث برايم. البرايم عبارة عن لعبة، هذا البرايم الخامس أعوذ بالله. طبعا من زد فرصتك إلى زد رصيدك، كان رصيدي أقل واحد، كان رصيدي قليل بالحيل، لكن يعني أول ما دخلت حاولت أرفع الرصيد ما قدرت. كان أول برايمين يعني وضع لا أحسد عليه، يعني تو داخل البرايم ما أدري وش البرايم، ولا أدري كيف طريقته، ولا أدري، يعني كان في ضغط نفسي كبير، كونك تدخل احتمال تطلع، وإنك تعيش بضغط نفسي وتعيش الناس اللي تحبك ضغط نفسي. لكن بالعكس، يعني أول برايمين بعده خلاص الأمور تمام، يعني بديت أتعود على البرايم. يمكن بالبرايم الثاني اللي طلع فيه حبيب قلبي محمد مكي، صراحة كنت خلاص توقعت اني راح اطلع، لانه يعني صارت امور بالبرايم جدا وترتن، وتوقعت اني راح اطلع. سلمان تكفى يا سلمان، والله انا احبك، شد حيلك في البرايم، انت نمونيه برايم. أوه. تفضل. كسر قاعده الثالثه ثابته. اي والله كسرها اسبوع الرابعه ثابته. دخولي البرايم فيه مجازفه، اني احتمال اطلع احتمال لا، لكن يعني بنسبة كبيرة اني باذن الله راح اواصل. هذه المرة الخامسة صح؟ وش ادخل برايم؟ لا المرة الخامسة برايم ولا لا؟ حرام عليك، هذه الثانية ذي. الثانية؟ شكلي في نهاية البرنامج. لكن ان شاء الله راح الثالث وراح. يوم ارتفع رصيدي شوي بعد المسابقة خف الضغط علي، فاحس بديت اقدم، بديت ارتاح نفسيا، يعني بديت اخذ واعطي، بديت اتاقلم على الجو كثير. لكن ان شاء الله اعد حبايب قلبي اني راح اواصل، وباذن الله انه ما ادخل برايم غير ما دخلت باذن الله. سلمان الباهلي، حكايه عشق مع البرايمات، حيث اطل علينا في كل برايم واطلق عليه شيخ البرايمات.